يعني أي ناس في وقت طلعوا عملوا حاجات على السوشيال ميديا أو هجموا أو كده من غير ما يفهموا أو من غير ما يسمعوا الطرف التاني أو كده، متضايقة منهم ومش مسامحاهم ومش هسامحهم. حقي عمره ما هيرجع غير لو وشي رجع. انا يعني عشان هو سمعنا، يعني انا كل يوم الصبح بدعي عليه. مش ده المفروض بدل لايت ولا هنعيط؟ ازيكم، عاملين ايه؟ وحشتونا جدا من الحلقه اللي فاتت، حلقه جديده النهارده من بودكاست قهوه بلبن. النهارده ضيفتي ضيفه انا يمكن ما كنتش اتخيل ان انا اللي اسالها في يوم من الايام، يعني كنت اتخيل هي اللي هتسالني، وكنت اتخيل انها تبقى متضايقه مني ولا حاجه، بس طلعت مش متضايقه الحمد لله. المذيعه المتالقه جدا والفنانه الممثله الشاطره جدا اللي هنتكلم معاها في كل حاجه النهارده، ريهام سعيد. نورتيني. اهلا بيكي. عامله ايه؟ الحمد لله كله حلو. كله وربنا ما متضايقه. قلبك صافي كده. شوفي، هو الناس بقى ايه، ولاد حلال يعني دايما. ايه، انا شفتك على فكره في الحقيقه كذا مره، بس انا يعني افراح مناسبات حاجات كده. فمره كنت انا خارجه من حته كده وانت طالعه، فانا اتخضيت قلت هي هتشوفني هتزعق لي جدا. فكان في حد واقف جنبي قال لي في، قلت له انا خايفه تزعق لي ان انا عملت كذا، انا عارفه ان هي ممكن تبقى متضايقه ولا حاجه. فتلف الايام وتدور وانا اللي استضيف. انا قلت بقى انت هتستضيفيني، فاهمه؟ عملتي كده ليه؟ خالص ندمانه يا جنان، انت قلدتيني. التقليد ده لعلمك، بالعكس التقليد ده يدل على انك يعني كل الناس اللي هم عمالقه زي احمد زكي وغيره، تلاقي لما عملوا مثلا عبد الناصر السادات كده، ما ده جزء كبير قوي تقليد. يعني عارفه بيسموهم زمان المشخصاتيه. This is يعني ده حاجه صعبه جدا. هي حاجه صعبه، وهي والله بتبقى ممتعه انه الواحد لما بيجيب حاجه كده في شخص. انت اولا مميزه بطريقه كلامك جدا، ولو انت مش مميزه مش هتلفتي نظر اي حد ان هو يقلدك، بس انت عندك طريقه وعندك الناس كانت فاكراني الاول بمثل. يعني اول ما طلعت خاص قال لك هي مالها مسهويكه كده، لا دي طريقتك في الكلام. لا انا اول ما ارد على التليفون اقول الو، لازم اول كلمه صحيتك؟ لا هو ما صحيتنيش. انا كده والشخص متخيل ان انت ان انت نايمه او مسقطه، بس انت بتتكلمي بالطريقه اللي انت عارفه. انا وانا صغيره كانوا فاكرين ان انا عندي صم وبكم لغايه سن 5 سنين. يعني مامتي ودتني وانا صغيره لدكتور عشان يعرف اني بسمع وبتكلم، لاني كنت اتحط في كورنر كده ما اتكلمش خالص ولا اعمل اي رياكشن. مامتي قالت خلاص ما يعني ولا بتسمع ولا بتتكلم. فالدكتور حطني على المكتب كده وراح خابط على المكتب فاتخضيت. فلا لا خلاص يعني هي بس واخده وقتها. يعني انت كنت مش قصده تبقي ساكته؟ أنا لا قصدي اقول لك انا هاديه. لا يعني انا ما بتكلمش كتير، انا بأرهق جدا لما اتكلم. اوكي يعني سبحان الله، ده انت اشتغلتي الشغلانه اللي كلها كلام. بروح مرهقه جدا 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 ان انا اتكلمت شويه. ما بحبش اتكلم في التليفون مثلا. انت من انصار الواتساب؟ يعني عايز حاجه ابعت لي او ابعت لك، بس ما نقعدش نرغي وما تكترش في الواتساب برضو يعني. كلمه انت خلقك ضيق، ما تقرفونيش يعني. يعني لخصوا يعني. انت قعدتي فتره بتمثلي ادوار وبتحبي ان انت كنت تظهري، مش بس يعني مسلسلات، انت كمان عملتي مسرح. كتير. المسرح يعني من اللي انا عارفاه ان تجربته بتبقى صعبه وعايزه تركيز، وعايزه ان انت ما يبقاش وراكي اي حاجه في الدنيا. يعني دي هي الحاجه الوحيده. استمتعتي بيها ولا كنت عايزه تركزي ان انت تمثلي، ولا لا انا ولا ده ولا ده، انا عايزه ابقى مذيع؟ يعني ايه اكتر؟ بصي انا دراستي مسرح، انا ثياتر جامعه امريكيه. فعشت قبل ما ادخل المسرح اللي بجد ده 5 سنين في المسرح، كان دكتور محمود اللوزي بابا يسرى هو الدكتور بتاعنا. فما كنتش حاسه ان انا بعمل حاجه جديده يعني. بالعكس كنت يعني نايمين في المسرح، صحيين قايمين كلنا يعني. انت درستيه انت حبا، انت بتحبيه؟ انا اقنعت اهلي ان انا خايبه، ما بيفهموش طبعا بقى حكايه جي بي اي ومش عارفه ايه. فقلت لهم بصوا انا دخلت الجامعه، وقالوا لي بصي ما فيش حاجه خالص هتنفع مجموعك يجيبها، ما فيش حاجه اسمها كده اصلا في الجامعه غير مسرح. فقالت لي خلاص خلصينا وخلاص درسي اي حاجه وخلصي جامعه. اوكي كويس، انت عرفتي
تدخل لهم منين بالظبط. خدت ماينر بقى ماس كوم اللي هو اعلام. اوكي يعني الميجر كان ثيتر والماينر كان بعدين عملت ماسترز بقى ماجستير في الاعلام في جامعه امريكيه. اوكي بس ما كنتيش مثلا تقدري تقول لهم انا عايزه ادخل من الاول فنون مسرحيه؟ لا 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 يا نهاري خالص. كانوا صعبين وحتى المسرحيات يعني فضلت في مسرح القومي امثل مده طويله قوي انزل من وراهم رايحه الدرس رايحه مش عارفه فين واقول لهم ما تحطونيش على الافيش بره. لا ما تقولوش هم كانوا صعبين قوي كده جدا. لا بالنسبه لهم التمثيل كان ريد لاين يعني. هم كانوا هو ده اللي عطل هو ده اللي بوظ الدنيا ده اللي خلاكي ما تكمليش تمثيل ولا هو ده اللي خلاني اشتغل مذيع ان انا كنت متخيله بس خلاص انت كبرتي بقى وخلصتي كل لا انا مش كبيره انا اشتغلت مذيع 22 لا سنة. تمثيل كنت يعني كبرتي انت خلصتي بقى جامعه تقدري ان انت تقولي لا 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 تبوحي لا لا تقولي لا خالص خالص ده جوزوني عشان ما امثلش. اوكي يعني جوزتي بدري قوي كانوا بيشوفوا لي ارسان صالونات وكده اللي هو لازم نخلص منها دلوقتي حالا نخلص منها اصلا عشان بيجوني من المسرح ده ويجيبوني من المسرح ده عرفوا بقى عارف ما بقولي بيكتشفوا بقى عملوا ايه يعني ويجيبوني من شركه الانتاج دي وانزل اروح المكتب ده الاقي امي داخله عليا وحاجات كده. لا والله عندك اخوات؟ عندي بنت واحده اخت وهي ما كانش ليها بقى في لا خالص اوكي كاتبه يعني. فاكره اول مره كنت هربت فيها بقى ورحت المسرح وطبوا عليكي عرفوا ايه اللي حصل؟ رحت استوديو الممثل الفنان محمد صبحي بقى متخيله ان انا يعني عارفه الفنانه سميحه ايوب خلاص هكسر الدنيا بقى الراجل لما يشوفني هيغمى عليه من كتر ما شاطره بتغني شطرة. ايوه بترقصي لهلوبه انا بقى بالنسبه لي الرقص اللي هو هو قصده كل الرقصات بقى يعني فاهمه هيب هوب تانجو مش عارفه ايه انا بالنسبه لي رقص شرقي برقص كويس جدا طيب بتمثلي مش عارفه ايه بتغني بتغني بجد؟ انا ساعتها كنت فاهمه اوكي اوكي انا كنت فاكره اني بغني لا لا كان هو بيدور على واحده بتعمل كل حاجه اوكي قلت له انا 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 لهفه الحلواني يوميها بقى عرفت اتاخرت قوي وبتاع وعرفت وقالت لي بتعمل بقى حاجه كانت حاجات دراما بقى هرمي نفسي من الشباك مش عارفه اعمل ايه كانت هي كانت دراماتيك شويه اوكي فعرفت وهنا بقى انت خلاص يعني ما كملتيش لا هو كان اوحى يعني تعرف نتخانق ازوخ تاني تالت رابع اصرار فظيع يعني الموضوع ما بقاش بقى قدام امر الواقع وعادي غير لما اصبحت مطلقه يعني انت اتجوزتي بقى خلاص عشان ترضيهم وخلصت بقى الجوازه دي وخلاص بقى اوكي بعد بقى الجوازه دي انت انطلقتي ما انطلقتش قوي كنت بتهزق برضه سايبه الولاد ورايحه المسرح يا بتاعه المسارح مش عارفه دي كده شتيمه فاهمه عيالك صغيرين كنت بقى 3 سنين وسنتين وقاعده مش عارفه ترجعي الساعه كام بس مفيش لا بس هي كلها خناقات يعني خلاص كنت بقى يعني اللي هو وصلتي لمرحله انا معايا اولاد فمش لدرجه هتبقى نفس المعامله بتاعت قبل الجواز لا او نويت ان لا انا انتوا ضحكتوا عليا وجوزتوني وانا عندي 19 سنه وبتاع فخلاص اتس ماي ديسيجن ناو بس كان بمشاكل برضو مش طب كنت بتسيبي الولاد فين معاه ما عشان كده تلاقيها هي كانت تعبانه من الشيله برضو خلي لا انا كنت قاعده معاهم وما كسبونيش اعيش لوحدي يعني والله بعد لا ده كانوا متشددين جدا هم لغايه دلوقتي لحد دلوقتي متشددين يعني كل يوم اصحى يعني ما فيش حد بيفكرني بسني قد مامتي عشان كل يوم اصحى اقول لها انا فاكره السنه الجايه عندي 50 سنه فاهمه يعني بتفكرني انا شخصيا بان انا كبرت فاهم لان التصرفات مش طبيعيه بس انت دلوقتي يعني واصله لمرحله من انت ريهام سعيد يعني انت اسمه معروفه وشاطره مش بريفيليج خالص لسه لا بالعكس ده سورس اوف مشاكل وقلق وكده ويا ريتك ما كنتي اصلا وكده ما جاش وقت حسيتي بالابريشيشن او التقدير منهم خالص نيفر ايفر ولا لحظه عمرهم ما حد قال لي مثلا برافو ولا ايش اشترط دي ولا اختك يعني اختي على البوست بقى على الفيسبوك الله مش عارفه ايه يعني يمكن المره الوحيده اللي انا افتكر انها عملت كده البرنامج اللي عملته مع سعد الصغير كان برنامج من غير زعل ده بتاع المقالب
قالت لي بصي لا خليكي بقى في الحاجات اللذيذه اللطيفه اللايت دي ما تجيبش مشاكل انزلي وده بليز اعملي كده ده مضحك جامد قوي وبتاع ذس از يعني ذا اونلي تايم اللي حسيت ان هي مبسوطه بيكي فعلا دي اختك مامتك لا 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 ولا ده ولا مع انها بتتفرج يعني في زله لسان كتير قال لي البنت اللي انت كنتي جايباها مش عارفه ايه بس عمرها ما قالت لي مثلا الله الحلقه حلوه مثلا ده غريبه قوي ان انت مكمله وانت حاسه بالاحباط من اللي حواليك انه انا مش لا عايزه اقول لك الى اقصى الدرجات يعني ولادي نفس الحكايه مش مبسوطين لا عمرهم قالوا لي مثلا ايه ده الله مثلا الحلقه دي كانت كويسه ولا كسرت الدنيا بيتفرجوش عليها ابدا ابدا ليه مش بيتفرجوا عليكي طب لما مثلتي لا هما ولادي انا لو بروفايل قوي ما بيحبوش الاكسبوجر يعني ما يحبوش يبقوا معروفين وفي نفس الوقت عشان حصل مشاكل كتير قوي كانوا صغيرين ما كانوش قدها بالنسبه لهم خلاص الشغل ده بقى سورس اوف مشاكل مش عايزين ايه يعني الشهره او كده ده عمل لنا ايه يعني هم بيدرسوا ايه ما هم درسوا لا ده خلصوا والله درسوا ايه يعني جوزت صغيره قوي خلص ماسترز وبزنس ادمنستريشن في لندن في سوري وامينه خلصت لغاش في سويسرلاند خلصت مين دلوقتي ايه لغاش لغاش دي جامعه والنبي في فين في سويسرا في سويسرا ماشي لغاش يعني هي بتدرس ايه في لغاش هوسبيتاليتي يعني زي سياحه وفنادق عندنا شويه اوكي وهم عايشين بره لا 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 درسوا بره وعايشين هنا بيشتغلوا هنا بس انتوا مثلا لما بتخرجوا في مكان وناس بتجيلك مش معايا خالص يعني لعلمك انت بتتكلمي في حاجه عامله مشكله نفسيه رهيبه مش ده المفروض بنعمل لايت ولا هنعيط لا مش قصدي نعيط خالص ده انا لا دي مشكله فظيعه ان انا مثلا اقول لهم ايه الله مثلا فيلم امينه خليل ولسه من عشان ماجد نزل وبتاع عايز اقول لك انا رحت لوحدي اوكي ما حدش من البيت راضي يجي معايا خالص اللي هو مش عايزين يجوا معايا طيب يعني نسكيب مش قصدي خالص كنت بسال عادي بس انا في مكانك في حته يعني او كنت في مكانك في الحته دي ان انا اهلي مفيش حد فيهم خالص في المجال الفني يعني فانا لما طلعت بان انا عايزه اعمل ده فكان الف لا يعني محدش شجع نهائي وكانوا خايفين جدا وكانوا قلقانين عليا قوي معانا التناقض يشوفوا الممثلين عايزين يتصوروا معاهم وينبسطوا قوي لو يعني بصي اللي حصل لبابايا ان هو كان رافض جدا فانا اول حاجه طلعت فيها في حياتي خليت اسمي على التتر جايلان بس عشان ما ضايقوش بلاش علاء ولما طلع بقى استني في اول برنامج عملته علاء شفتي فقال لي هو انا اسمي فين قلت له مش انت متضايق ايه قال لي كلميهم يغير تتر الله انت عايز ايه ما بقول لك انت عايز ايه هو بيبقى تناقض يعني بيبقى خوف عليكي بس في نفس الوقت فرحان بيكي انا متهيألي هي هو في تناقض طبعا فظيع هو مما لا شك فيه ان نتكلم على مامتك اكيد مبسوطه بيكي بدليل انها بتتفرج عليكي واكيد بيجي لها كومنتس وناس عارفاكي هي من جواها ممكن تبقى مش عايز تعترف بس هي بس هي ديفينتلي شيز براود ديفينتلي او خايفه عليا يعني الخوف طبيعي ما انت ام وعندك ولادك واكيد تخافي عليهم من الهوى فانت اكيد حاطه نفسك برضو يعني في الحته دي ان انت بس كل واحد ليه طريقته ويمكن عشان انت جربتي لا بس انا يعني مش مؤمنه خالص ان انك ما تشتغلي حاجه معينه اي مجال ممكن يحصل لك فيه مشكله وخصوصا لو انت نجحتي قوي مثلا هتلاقي حروب كتير حواليكي فهو مش المجال ابدا يعني اللي بيشتغل في بنك اللي بيشتغل في اي مكان هتلاقي يعني لو في ناس بتسمعنا دلوقتي كل واحد هيبقى عنده مشكله في شغله وحد بيحاربه وحد بيضايقه فهو مش التمثيل والاذاعه بالعكس انا شايفه ان احنا اكتر ناس منضبطين واكتر مجال انا طبعا هتشتم على الكلمه دي في انضباط وقيم وكده لانك اكسبوز طول الوقت يعني الناس بتتكلم عن تصرفاتك طول الوقت بتحكم عليكي وشايفاكي وتحت الميكروسكوب فانت لو عملتي اي حاجه مش مظبوطه خلي بالنا بالظبط الناس هتبقى بتتكلم عليكي طب لو هم كانوا نفسهم يشتغلوا في المجال الاعلامي او الفني او يعني تمثيل او كده انت كان هيبقى عندك اي بصي ابني نفسه قوي
بس مش عايز يروح اللي هو يقول انا مامتي ريهام سعيد فشغلوني، فاهمه؟ ماشي، بس هو يقدر يروح. انت ما عندكيش مشكله، انت كريهام ما عندكيش. انا اتحايلت عليهم جامد. لا والله. اه كان انت كان نفسك عشان انت كان نفسك حد يبقى معاكي. انا معتبره ان انا اوكي مثلت وكل حاجه، بس انا معتبره ان انا ما حققتش حلمي. انا ما كنتش عايزه ابقى اعلاميه، فاهمه؟ انت رحتي الاعلام عشان ما عرفتيش تكملي في التنس؟ لا لا خالص، انا رحت الاعلام عارفه زي اللي كانوا بيعملوا اعلانات واحنا صغيرين، اللي هو هتشف اعلان فهياخدوني ممثله. انا كنت فاكره كده، انا هشتغل مذيعه واتشهر فبيبقوا بيجيبوا بقى. طلع العكس. طلع ان شغلتي كمذيعه عطلتني في التمثيل لاني مذيعه. بس انت نجحتي فيها عشان عملتي جانرا مختلفه برضو، انت ما كنتيش زي اي مذيعه. بس انا لسه بالنسبه لاي منتج دلوقتي انا ريهام المذيعه. اوكي، فلو هيجيبني امثل ده عشان هيجيبني مذيعه في برضو، يعني هيجيبك كمذيعه برضو في حاجه، مش يعني لو في كتير مثلا يعني برامج. ليه يسيب كل الممثلات ويجيب ريهام؟ يعني ليه يسيب كل الناس اللي على الساحه ويجيب ريهام؟ كان لازم، كنت بتاخد لغرض، مش عشان هم شايفيني ممثله. انا عند المنتجين انا مش ممثله، بس انت انا ريهام سعيد مذيعه بتمثل. بس عندك رصيد تمثيل كان ممكن تستغليه او تلعبي بيه، مش عارف. لا هو بيبقى رزق، يعني هو بيبقى ربنا. يعني مثلا كل دور كنت اعمله زي شارع عبد العزيز مثلا، كان كل الناس تقف تقول لي ايه انت بعد الدور ده مش هتشتغلي مذيعه تاني. خلاص ده احنا مش عارفينك اشجان ده، ولا حصل اي حاجه. يعني دايما عملت ابن حلال، فاطمه بقى محمد رمضان ده انت هتكسري الدنيا. ما في، هو بيبقى ربنا يا فاتح لك باب يا مش منورك قوي فيه. تيجي بقى تعملي حلقه عبيطه مش هتحطلها اي، فبتعرفي تتكلمي تقولي اي حاجه، تلاقي الحلقه طلعت ترند 50 مليون. سبحان الله، انت نجاحك طبعا اكيد حلو وبسطك، بس مش ده الباشن بتاعك. انت الباشن بتاعك حاجه ثانيه. بصي، اسعد لحظات حياتي وانا راجعه من المسرح او من التصوير، بطلع شحنه عندي. لكن المذيع بروح وانا قلقانه وارجع وانا قلقانه ومتوتره طول الوقت، مش بيشبع عندي اي حاجه خالص. غير انه لطيف طبعا، حب الجمهور اكيد، والناس، هي الناس احلى حاجه في. لا انت عندك جيش، اللهم صل على النبي. انت عندك جيش، انا اليوم ما قلدتك كلوا كبدي بجد. او النبي انا كبدي ده. في ناس تخيلت ان انا مأجرة الناس دي. طبعا الناس بتقول كده. وفي ناس بتعمل كده اوريدي. لا انا فاكره هي كانت يعني. انت يعني دخلوا شتموكي وكده؟ شتموني ايه؟ يا نهار اسود، ده انا اتدعى عليا والله للصبح. اولا هي كانت حلقه فابو حفيظه، كنت لسه عامله حلقه ترند بتاعت ال خمس بنات، اللي هي العفاريت. اوكي. فانا فاحنا وقتها كنا برنامج اسبوعي، فكنا بنشوف ايه الحاجات اللي نتكلم عنها وايه التوبكس وبتاع. انا عشان كنت بطلع مع اكرم بقلد كل الشخصيات. الحمد لله. احنا كنا ويكلي، انا بعمل كاركتر. ده من انجح البرامج اللي اتعملت في العالم. الحمد لله والله، الله يخليك. ده وليه يعني، دي حاجه الحمد لله كويسه. بس انا كنت بطلع البنت اللي معاه بقى، اللي هو ايه، هنعمل يا جنان الاسبوع ده عتريس وفؤاده، فبعمل شاديه. هنعمل النمر الاسود، هتعملي وفاء سالم. اطلع اعمل، انا كنت بحب التقليد فبعمل اي كاركتر. فلقيته بيكلمني بيقول لي احنا في حلقه مكسره الدنيا بتاعت ريهام سعيد، بتعرفي تقلديها؟ عارفه دي طلعت وورلد وايد تويتر نمره 2. لا والله العظيم، على العالم. هي كانت حلقه انا ما شفتها، هي كانت حلقه دمرتنا، مرعبه. بس انا قلت له انا ما بقلدهاش، خليني اتفرج. قاعده بعمل شعري في الكوافير ورايحه، فاتفرجت عليكي ورحت قلت له هوري لك اللي عندي وانت شوف يعني. فسقفوا لي، انبسطوا جدا. قلدتك حلوه قوي. قالوا لي خلاص السكريبت تمام، هيتعمل. اتعمل، عملناه، حلقه نزلت صدفه بعد الحلقه بتاعتك. فاحنا الحلقه طبعا طلعت اتشافت جدا، ودي كانت اول مره في حياتي لدرجه ان انا في الشارع، واقسم بالله مش عشان قاعده قدامك، اقسم بالله هذا حدث، انا الناس كانت بتقول لي ريهام في المولات بجد، وانا بشتري حاجتي يقولوا لي انت ريهام. هو ما حدش عارف جايلين، لان انا كنت لسه صغيره وببدا وكده، فيقولوا لي انت ريهام او اللي عملتي ريهام.
والولد اللي كان معايا اللي اتشهر قوي في ابتدى بكري كانوا بيقولوا له انت الملبوس بجد. احنا بقينا في المولات الريهام والملبوس. ماشي. الحلقه دي بتاعتك هي الاصل، هي اللي عملت فالحلقه دي كانت حلقه صادمه جدا، والبنات اللي حصل لهم والكلام ده كله حلقه بتخوف قوي. فانا لو منك طبعا لما اعمل حلقه زي دي هخاف اروح، ده طبيعي. انا ما رحتش تاني يوم يعني، احنا صورناه بس انت كنت صامده وجامده في الحلقه وواقفه وبتقولي ايه بقى انت كنت لا انا ما بخافش من حاجات. انت قلت انا ما بخافش. والله العظيم والله خالص. ما بتخافيش من ايه بقى؟ مش بخاف من الجن والحاجات دي خالص. امال بتخافي من ايه؟ لا لا مش بخاف. مش بخاف عشان هما اضعف مننا كتير. فمش بخاف انا، بس ليتلي دلوقتي يعني لقيت ان الحاجات دي ليها علاقه وطيده بالطاقه السلبيه. فببعد خالص عن الحاجات دي دلوقتي عشان مش عايزه طاقه سلبيه. يعني احنا بعد الحلقه دي ابتدت بقى كل المشاكل. مشاكل ايه؟ كل بقى مشاكل الشغل، مشاكل الحياه بعد الحلقه دي. انت عامله طيب علاقه بين الحلقه دي واي حاجه وحشه حصلت لك بعد كده؟ حياتي قبل الحلقه وبعد الحلقه يعني دايما تقولي لا. ايه وانا قبل الجواز بعد دي الجواز؟ دي تيرنينج بوينت. دي تيرنينج بوينت بجد، دي قبل الحلقه وبعد الحلقه كل بقى الحاجات المصايب حصلت. فاهمه؟ طب يعني انت مؤمنه ان الحلقه دي واللي حصل البنات دي كل ده كان حقيقي؟ لان لغايه دلوقتي عايزه اقول لك كان الناس بقى تقول لي انت عبيطه ومش عارفه ايه، حتى الكرو بتاعي. فدلوقتي مثلا لما معد يقعد يزن مثلا يجيب حد روحاني او كده مش عارفه ايه نستضيفه، ببقى مستاءة جدا. مثلا من شهر ولا حاجه وهو مروح عربيته ولعت، وهو كان عايز يجيب ما جابش خلاص. المعد اللي جاب الراجل جاب الراجل خلاص وعملت الحلقه. وعملت الحلقه قلت له الحاجات دي بتجيب طاقه سلبيه وبتعمل حاجات وحشه. طاقه سلبيه الراجل ولع بجد عربيته. من ساعتها بقى هم بيقولوا لي بصي يور رايت، فعلا الحاجات دي بتجيب نيجاتيف انرجي. طب ما دي حاجه تخوف. مش تقولي ما بخافش. لا ما بخافش، ما بخافش من اي حاجه على فكره، ولا ده ولا ده ولا ده. صرصار طيب؟ بقرف. مش بخيف. سحلي. بحاول لا انت عارفه ان دي الجمله اللي انا كنت بقولها في السكتش. ايه بتقولي؟ والله ما بخاف. والله ما بخاف. فضلت اقولها كتير قوي. الناس بقى علقت عشان استقول لك بقى. الناس بقى دخلت انا اتشتمت شتايم في حياتي ما اتشتمتها وادعى عليا. بس دي فرصه الهي اللي يلبسك اللي لبسهم عشان جبت سيره ريهم اللي بتعمل الخير اللي فانت عندك كميه ناس بتحبك بجد مش طبيعيه. فاعتقد ان دي من الحاجات اللي لو حاسه او مش حاسه ان انت متقدره في الطبيعي، انت الناس عندك جمهور لما بيحصل لك حاجه قد كده الناس كلها مش بتبقى متقدره. مش متقدره مش ما يعني مش مشجعين حته الشغل دي. لكن لا طبعا قلت لك ايه، قلت لك حب الناس ده انا بتهيألي ده حاجه اللي انت بتتنفسيها. ايوه هي دي اصلا اللي بتديني انرجي اني اقوم تاني بعد طبعا كل حاجه وكده. لا حب الناس والدعاء يعني، بتقعدي تسمعي ناس تدعي لك طول الوقت وانت ماشيه وانت رايحه وانت. انا وانا داخله مدينه الانتاج كنت بشوف ناس كتيره قوي وستات غلابه قوي، وفي واحده مره كلمتني قالت لي انا عايزه اوصل لريهام، معرفش جابت نمرتي منين تعرفي منين، عايزه اوصل لريهام سعيد مش انت مذيعه وصليني بيها. قلت لها انا ما اعرفهاش بشكل شخصي، غالبا كانت فاكره ان الحلقه دي ان انا عارفاكي يعني او حاجه. وفضلت وراكي لحد ما اشتغلت جوه المدينه عملت نظافه بجد علشان توصل لك وتقول لك مشكلتها. ففي ناس كتير قوي كانت بتعتمد عليكي. ما دي كانت حاجه ليها يعني مميزات وعيوب طبعا، ان هو بيتخيل ان انت معاكي عصايه سحريه. فاهمه؟ حد مثلا سابقا رب رحيم يعني يقول درجه رابعه مثلا كانسر مثلا ومش عارف ايه، متخيل خلاص ان هو خف. فدي كانت حاجات بصراحه يعني مؤثره زياده. بس دي كانت بتعمل عليكي اكيد لود نفسي رهيب. كنت بتعالج فتره يعني فتره، رحت للدكتور قلت له انا ببقى قاعده كده احس ان الشجره دي هتقع فوقيها، نبقى قاعدين مثلا بنصور كده احس ان بتاع ده هيفرقع في وشي. ليه؟ قال لي دي تروما، لان انت من الصبح لبالليل حتى لو رحتي اتغديتي في حته تلاقي الويتر جاي لك يقول لك امي عايزه عمليه مش عارفه مين عايز ايه. فانت طول اليوم بتسمعي حاجات وحشه وكلها حاجات جرايم، ام قتلت انها مش عارفه مين قتل مين، دم فين، ادخلي تلاقي جزء. فحياتك كلها بتشوفي بقى حاجات الناس مش متخيلاها تحصل.
خايفه ابنك يتخبط في عربيه، خايفه مش عارفه ايه يقع على بنتك. انت اللي بتشوفيه حواليكي خايفه يتطبق عليكي. ايوه لان كل واحد تروحي تصوري معاه يقول لك انا ما كنتش اتخيل، انا كنت بتفرج عليكي مش متخيل ابدا انه هيحصل لي زي الناس دي. فاقول والنبي يا رب يعني مش عايزه يحصل لي، اقول انا اللي كنت بغطي الحاجات دي. أيوة. فيجي لي يوم انا اللي هتحصل لي. ليكي حق انك تخافي طبعا. فبقيت اقلل دلوقتي جدا عشان مش عايزه حلقات تبقى فيها الناس كلها تقول لي انت غيرتي البرنامج عشان مش عارفه. لا انا غيرت البرنامج شويه عشان انا تعبت. ما اقدرش يعني، حتى قلت دي جرعه صعبه على الناس ان يبقى كله اخبار وحشه اخبار وحشه. فدلوقتي بنلعب لايت شويه. حاسه ان انت مرتاحه دلوقتي اكتر في نوعيه الحلقات اللي انت بتقدميها؟ مرتاحه نفسيا اكتر؟ فيها بيس يعني. فيها سلام يعني، حتى المواضيع اللي بحس ان يعني لو ضيف قعد قدامي مثلا وقبل التصوير حسيت انه اجريسيف شويه او هتساليني ايه هتقولي لي ايه، طب يعني هتسالي بقى وتشيلي من كلامي ومش عارفه، اقول له لا بص احنا مش هنصور خالص. والله يا اخي فاهمه اللي هو انترفيو بقى، هو تساليني وريني الورقه وهتعملي ايه وعارفين لو شلتوا حاجه انا عارفه عليكم قضيه، اقول له لا 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 ليه دخيلك بلاها. وبيقوم بيروح يعني بصم بقول لهم بصوا لما يحصل ايه. ما تتشرطش عليا. مش ما تتشرطش، انت لو عندك نيه ان انت هتمشي من هنا تدقص، في ناس بتدور على مشاكل. يعني كان دايما يقول لك ايه في ناس عيب بتاعت مشاكل، هو العكس تماما. يعني انا واحده ببعد والاقي ناس بتحطني، فاهمه؟ انا بقيتش ادي بقى الفرصه دي. يعني لو ناويه تحطيني لا مش هتحط حد مثلا يطلع يشتمني على السوشيال ميديا، ممثله مثلا او فنانه او بتاع، تخيل اني هرد عليها؟ لا ما بردش والله ما هرد. بس دي طبعا عشان انا طبيعتي مش كده. يعني تهري وتنكتي بقى عايزه تردي. بقعد اعمل عمليه ضبط نفس مده طويله جدا. هو يا جماعه لهوني باي حاجه. ما تفكرونيش. عايزه اقوم اديها على بقها. اروح عامله بلوك مثلا للي عايز يون. اصل في ناس تقولك ايه لو جبت سيرتها هطلع ترند. فانا اقول كلمه عليها تروح هي قايله كلمه عليا اروح فاهمه، فنخش بقى في خناقه ستات مع بعض او اي حاجه او ست ورا. بس انت الترند عندك اهم ولا البيس؟ بصي اولا ترند بايه دي تفرق قوي يعني. انا طلع ممكن اطلع ترند بفضيحه. لا يعني ترند بحلقه زي الحلقات اللي في حلقات زي اللي هي كان فيه الملحده، كان فيه مليون حاجه في يعني دي كانت عشان لسه حصل ترند دلوقتي يعني في حصل عليها حاجات اليومين دول ان هي ماتت وقالوا ان انت اللي مش عارفه يعني في حاجات. قصدي ايه انا بقيتش عارفه حتى لما قالوا لي كده ما بقيتش عارفه اقول الله يرحمها مش الله يرحمها. يعني اقول الله يرحمها فيشتموني ان انا قلت الله يرحمها على حد. فاهمه. وبعدين ما اقولش الله يرحمها فيفهمها يشتموني برضو ان انا ما قلتش الله يرحمها لازم اترحم. فبقيت ولا تقولي حاجه قولي في البيت. لا انا قلت حاجه تانية، انا ما اعرفش هي ماتت على ايه. يعني ما اعرفش ختمتها كانت ايه. ربنا اعلم بيها. لا هو انا شايف الواحد بيقول الله يرحم اي حد يعني ما حدش فينا يعرف ده فات 10 سنين على الحلقه. ما نعرفش حصل فيهم ايه. بس انا قصدي حلقه زي دي مثلا كانت ترند وقتها وممكن ترند ده يرجع. اصل خلي بالك احنا عشان السوشيال ميديا برضو بتقلب يعني، انت ممكن تبقى عملتي حاجه جامده قوي كمان ما خدتش وقتها. انت كانت اكبر من ترند. بص دلوقتي انا كل حلقه بعملها بتطلع ترند. يعني انا بقالي دلوقتي 10 ايام مثلا بوبيلر. اوكي ده ترند. لكن دي اتذاعت في البي بي سي والسي ان ان وكده. طب الترند على كبير بقى. ده مش ترند. يعني كان ريام سعيد في البي بي سي والسي ان في السي ان ان تلاقيني انا وهي قاعده اوكي. وكان في حلقه تانية طلعت في السي ان ان برضه بتاعت شيخ برضه. اوكي. فدول مش اسمهمش ترند، دول اللي هم بتبقي قاعده خايفه بقى انتربول يجي. خايفه قالت خايفه قالت خايفه قالت خايفه خافت اهي. انا مش يعني مش خايفه. لا لا بصي عشان يعني الحته دي بتاعت ان يحصل مشكله كبيره دي بتبقى عشان ولادي بس. ان انا مش عايزه اسيبهم بس. لكن لا لا ربنا ما يجيب حاجه وحشه للدرجه دي. لكن في الحياه لا ما قال يعني مش بخيف. طيب انت يعني تعالي نقول ان انت جالك النهارده دور بس مش على مزاجك قوي بس هتمثلي
يعني مش شرط تكون كاركتر بقى عجباكي. حاجه اقوى في حاجه بندم عليها جدا جدا كانت ممكن تفرق معايا قوي وما اعرفش دلوقتي لو اتعادت هعملها ولا لا. انا جالي انا مش فاكره بس اسم الفيلم كان احمد عز و... وكانت انتصار للعبة الدور كان انتاج واخراج استاذ وائل عبد الله وكان احمد رزق في الفيلم ده. احمد رزق كلمني في التليفون قال لي وانت ازاي قبلتي الدور ده ووضبت بقى كل هدوء هلبس قصير جدا وهلبس مش عارفه ايه. انت كنت قبلتي الدور جدا عجبك وسافرت بيروت جبنا ستايلست وجبنا لبس وبتاع والتصوير بعد بكره وفي بقى في السكريبت كان كان ايمن سلامه واستاذ ايمن سلامه طبعا وكان فيها حاجات بقى كلها ايحاءات هي ست يعني شويه قواده على فاتت ليل على كده وانا كنت بعمل صبايا الخير في عزه فاهمه انت اوريدي بقى ايه فهم اصلا بيشتموني ان انا مش ازاي محجبه مش محجبه وبتعمل خير وعارفه انت العقليات دي زمان وطالعه بقى اعمل الدور ده كان هيبقى ألفاظ بقى وعارفة وإيحاءات وحاجات كده وبتاع. اعتذرت قبل التصوير بيوم لغاية دلوقتي بقى عبد الله مش يعني خصمني مش بيكلمني والله العظيم يعني بعد ما جبت كل الحاجات دي خلاص وباروكة حمراء مفرقعة ومش عارفة ايه وكان شكلي تحفة في الدور. انت كان عاجبك الدور؟ تمثيل بقى ده مش انا خالص بقى. ايوه يعني كان عاجبك انت كنت ده انت سافرتي أيوة عشان تجيبي ده هيبان بقى ان انا ممثله بقى يعني فاهم مفيش بقى انت اعتذرتي عشان خفتي على يعني على وجودك او على ايمان الناس بيكي وحبهم ليكي والحاجات دي كلها في صبر لا انا كنت مش حاطه يعني مش على ارض صلبه في التمثيل فقلت انا هضرب يعني موضوع المذيعه ده وانا بقى كنت في عزي يعني عارفه هو ريسك وجمهوري كله هيزعل مني طبعا هو ملهاش علاقه بايه ان الجمهور بقى اللي ماشي يدعي لك كده هيزعل منك مش هيفرق ان ده تمثيل لا ده ريسك كبير ان انت كمان انت بتضحي بحاجه يعني مش متاكده مفيش حاجه بتبقى اكيده بس قصدي بتضحي برزق موجود وعايشاه وناس بس في سبيل ان انت بتحبي بس ما كبرت دلوقتي كده ندمانه جدا بصراحه لا يعني لو جالي دور دلوقتي كده هلعبه عادي ممكن دلوقتي تبقي ما عندكيش نفس الرعب بتاع انه ان انت تخسري مكانك بس هو اكيد يعني انا حطيت نفسي مكانك لثانيه انت عندك حق انت يعني عندك حق تخافي لا طلبت منهم ساعتها طب نعدل الدور شويه طب بلاش الكلمتين دول طب بلاش الكلمه دي طب لان انت واحده بتطلعي في برنامج بتقولي لازم الاخلاق وحاجات كده وبتدي مورال للناس وفي نفس الوقت ما ينفعش تقدمي سكريبت فيه حاجه كده لكن هو لو جينا الحقيقه هي المفروض ان الدراما ده بتطلع حاجة كل الفئات وبتطلع الحقيقه يعني لا هو الحقيقه ان احنا ما عندناش التفرقه بتاعه ان ده دور ايوه يعني هي المنتاليتي بتاعت الناس بعيدة عن ان هي تفرق يعني اذا كان مثلا لأعلى سعر مثلا فنانة زينة مش بهدلت هم تعاملوا معاها ان هي خطفت احمد فهمي ما تعاملوش معاها ان هي بتمثل دور بس ده يدل على ان هي كانت شاطرة ايوة بس انا بتكلم على ان الناس ما عندهاش العقلية بتاعت ده تمثيل ودي مذيعة ودي ريهام ودي ايوه بدليل ان انت بدليل ان انا بعد كل مسلسل لما كنت بمشي في الشارع كنت انا جات لي فتره قلت ايه طب مين يا بنتي انت بتمثلي وحش هو انت ليه مقتنعه انت ممثله وانت ممكن تبقي زي الناس اللي بتيجي مثلا في حاجات المواهب دي تقول لك انا عايزه اعرف زي ما انا رحت لمحمد صبحي كده استاذ محمد قلت له انا بعرف اغني وراح عامل لي كده غنيت مش هتغني لا بغني لا وبغني بقى اغنيه وطنيه وبصوت عالي وبتاع ثقه ايه بجلجل المسرح فاهمه وبعمل عرب وبتاع ايوه بقى عمل لي راسه كده لا فقلت يمكن مش بعرف امثل بس لقيت ازاي طب لقيت واللي فات ده كان بعد إيه؟ كل دور بمشي في الشارع الناس تندهلي باسم الدور يعني طيب. اشجان يا اشجان فاطمه في ابن حلال يا فاطمه فلا ما بيفرقوش خالص بتفضلي في ذهنهم فلانه فتره لا هو طويلة. يمكن ربنا ما قرتش
الوقت ده يعني ان انت تعملي فيه حاجه ويمكن اللي جاي يبقى مختلف، او يمكن انت طريقه سعيك او هو كده كده كله رزق. عمره ما هبقى ممثله بجد غير لما اسيب موضوع المذيع ده. هو يمكن زي هقول لك مين، داليا البحيري، بسمه، يعني كل الناس المذيعات اللي كانوا مذيعين، دينا فؤاد، دينا الشربيني، كل دول مذيعات ما تصنفوش ممثلات غير لما سابوا خالص المذيع. انجي علي بتمثل أيوة، بس عشان انجي لسه مذيع عمرها ما تتصنف ممثل، فاهمه؟ فانت لازم تو جيف اب يور كارير وتشتغلي ممثله. بس عملت كده في سنه من السنين، جيت من 3 سنين اعتزلت الاعلام واعلنت اعتزالي وقلت انا همثل بس، لقيت ان انا قاعده زهقانه قوي. يعني بجد فكره ان انت تبقي قاعده مستنيه تيجي على دماغ منتج، ايوه، وانت لو مش بتاعه اللي هو ازيك يا استاذ كل سنه طيب انا ريهام، بتفكري بنفسك، مش هيسيب بقى هو ريهام عبد الغفور ودينا ومش عارفه مين ومين ومين، يفكر في ريهام سعيد، فاهم؟ بعيد عن الذهن. تعرفي تعملي كده اكسان طيب وبتاع، مش فاشله بصي، صحيح مش راكبه مع شخصيتك خالص، لا خالص. حتى لما كنت ادخل لوكيشن يقول لك طب ما هي تقيل قوي ليه؟ ما تعرفيش تعملي عشان الناس الباقيه بتدخل بقى حياتي ازيك يا قمر عامل ايه؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه اللي مش عارفه؟ مساء الفل. ما اعرفش اعمل الحاجات دي خالص. هي صعب. مساء الخير يا جماعه، وقت فوتي ساكتة، فاهمة؟ بيقول لك بصي متنكة علينا وانا ولا متنكة ولا اي حاجة. هم بيفهموها كده لان الناس التانية ما بتبقاش كده. ما بعرفش خالص. لا هي صعبة. حتى هي صعبة كمان لو انت ما فيش عشرة قديمة بينك وبين الشخص، يعني انت لو انت مش عارفاه. لا ما بعرفش ابقى اوفر. الناس تقول انا ما بعرفش ابقى اوفر في ال يعني ليه هقول له انت قمر وانت حلو، وهو مش قمر ولا حلو ولا اي حاجة، وعادي. هو مخرج عادي شكله عادي ومخرج شاطر. ايوه فانا مبسوطه اني بشتغل معاه، فجيت اشتغل معاه بس خلاص بقى، ما مش قمر ولا حياتي ولا. بس هم بيقولوا له كده علشان يكملوا لا هي 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 في ناس مشاعرها كده، لا في ناس حلوه يعني كده. اقول لك لو انا كل يوم بعمل كده دي مش حقيقه مشاعري، انا بعمل كده نوع من انواع النفاق والتملق بمنتهى البساطه والسهوله. يعني انا لو كل يوم شفتك وسلمت عليك وقلت لك ايه الحلاوه دي. ايوه زي ما حد يدخل مثلا لوكيشن يصور على يسلم على المصورين واحد واحد مثلا ازيك مساء الفل وبتاع، توما ليه اسلم على المصور كل يوم؟ يعني هاي ازيك، ما حدش سايبين بعض الساعه 12 بالليل امبارح، اتقابلنا الساعه 12 الظهر النهارده. انا بقول ما انا بقول انه ده بيبقى حقيقي، الكلام ده بيبقى حقيقي. يعني لو شفت حد بجد وحشني وبجد بحبه هعمل كده. بس لو مش كده أيوة مش هعمل كده. ايوه عشان ده الطبيعي. انا مش طبيعي ان انا كل يوم اشوفك اقول لك كلام حلو. مش طبيعي. انا هسلم عليكي ممكن اول مره اشوفك اقول لك كل احاسيسي. لا ممكن اعمل كده بالافعال يعني، فاهم؟ حد يتعب في اللوكيشن افضل قاعده جنبه مثلا، حد بالفعل. لكن ما عنديش اللي هو مثلا حد ياكل في ايدي مثلا ده حلو، يقول له بالهنا والشفا مطرح ما يسري يمري، ما اعرفش اعمل حاجات ده بجد. طيب ممكن تبقى تربيه على فكره. يعني ساعات انا بعتب على مامتي اقول لها انت ما علمتيناش نتكلم كلام حلو. يعني ما اعرفش اقول الحاجات. والله في بيتنا عندنا الموضوع ده شويه وانا خدته برضو للاسف. يعني احنا ما عندناش مثلا انا ببقى متنتكه على سنجه 10 ولابسه حلو ومش عارفه ايه، فاروح اقول اقف لا ما اتكلمش اعمل اللي هو رجلك معوجه ايه ده عندي بالظبط، ووشك طويل وشعرك خفيف. بس دايما بيحبوكي لان انا بعمل كده مع بنتي. بيحبوني وكل حاجه بس هي دايما عايزه البرفكت. ايوه هي عايزاني ابقى تحفه. صح خلاص. بس انا مش تحفه، الكمال لله وحده. يعني صح. انا هعمل ايه في وشي الطويل؟ هقصه فعلا اللي هي سيكينج برفكشن اللي بتبقى دايما بتبقى عايزه كل حاجه مثاليه، بالذات لما الام وبنتها، سيبك برضو مش الولد قوي، بس البنت بتبقى عايزاها كل حاجه مظبوطه، عايزه شعرها حلو، عايزه شكلها حلو، ميك اب حلو. كتير قوي فعلا. ايوه عشان بتقولي ليه؟ لانك خدتي ده. انا بروح قايله لها على العيب على طول. ايوه انت خدتي ده من مامتك، وانا غالبا لو خلفت هعمل كده. انا جوزي بيقولي مثلا ان انا لما بعمل حاجه ممكن بالنسبه له تبقى هو بيعمل حاجه تحفه، انا ما بقعدش اقول له ايه الجمال ده، انا بقول حلو، فيقول لي انتوا في العيله ما بتجاملوش. احنا ما بنجاملش فعلا. طيب انت كنت من شويه بتتكلمي عن يعني ايه، مش كنا بنتكلم على الاحباط او على مش عدم التقدير، بس انت بتحسي ان انت مش متشجعه قوي
وقلت انك روحت للدكتور، انت ايه اكتر حاجه كنت ممكن مثلا انت قاعده معاه بتتكلمي عنها او مضايقاكي او وجعاكي؟ لا بصي، انا اصلا من الناس اللي حصل لها حاجات كتير يعني وحشه، فبقعد ارصهم كلهم، بس هو يعني ما بيبقاش صح ان انا اقعد اعيدهم طول الوقت، لان طلع ان الفنانين لما بيقعوا في مشاكل بيعملوا جاهدين على انهم ينسوا الجمهور المشاكل دي. فاهمة؟ انا كنت بطلع طول الوقت اتكلم عن المشاكل اللي حصلت دي، فبفكر الناس مش صح يعني. لكن انا كنت بقعد يعني، انا مريت بتروماس كتير قوي في حياتي، كنت بقعد اكلمه عنها يعني، من اول الطلاقات للحاجات الشخصيه لغايه تكتئب بسرعه. لا مش بكتئب بسرعه، هو يعني انا حصلت لي حاجات كتير قوي لازم تخليني مكتئبه، هو الغريب ان انا مش يعني ان انا لسه بفانكشن يعني. لسه بقدر اكوب يعني. بس اللي الناس بتشوفه على الشاشه، هو طبعا انت بيبقى عندك حمل كبير قوي ان انت واحده بتطلع قدام الناس، لازم يبقى كل حاجه مظبوطه، شكلك ومودك فانت كده كده كمان انت غير الناس الطبيعيه اللي بتشتغل في مكتب مثلا، انت لازم تبقي انرجيتك وصحتك كويسه ومودك مظبوط، فيمكن ده كمان بيدبل الافورت بتاع ان انت لما يجيلك اي دروب. لا بصي، انا من النوع اللي لما بطلع على الشاشه بيبان ان انا متضايقه يعني، بقول للناس انا متضايقه بجد. انت صريحه معاهم للدرجه دي؟ بس انا بقى عندي مشكله تانية اوحش، ان انا لما ببقى متضايقه ما بعرفش اعمل حاجه يعني، لما ببقى متضايقه ما اعرفش اشتغل، ما اعرفش اخرج، ما اعرفش اتعامل. بتقفلي خالص خالص بقى يعني. طب عندك حلقه بالظبط. هتعملي من الحاجات ايه؟ اللي عملت لي مشاكل وبتعمل لي مشاكل لغايه دلوقتي في القنوات، ان انا لو مودي وحش مش هنزل. طب بس في معلنين وفي مواعيد وفي حاجات ما بنزلش بجد؟ يعني. بيعملوا ايه بقى؟ ما بيعملوش حاجه، ما بنزلش، لان يعني هم عارفين ان انا هنزل مش هعرف اشتغل، ما بعرفش اشتغل، متضايقه ما بعرفش اشتغل خالص. اوكي. يا اما هطلع اتكلم بقى عن مشاكلي، وده مبيبقاش صح يعني. كان في الفترة الأخيرة مشاكل كتير، يمكن كان أكبر مشكلة كانت أنت كنت مضايقاكي يعني، كانت بتاعت الدكتور، وإن أنت يعني كنت بتقولي بصوت عالي، بتطلعي في فيديوز بتكلمي إنه أنت دي من يمكن أسوأ التجارب يعني اللي عدت عليكي في الموضوع هي ده. هي أسوأ التجارب لأن هي ما عدتش، مش هتعدي. فاهمة؟ يعني انت مثلا حصل لك مشكلة ما بتعدي، برنامج وقف، مش عارفة رحتي عندك مشكلة، دخلتي اسم، عملتي مش عارفة ايه، عدت خلصت، تقدري تطوي الصفحة. فاهمة؟ لكن دي هتطويها ازاي؟ انت على طول شايفاها في المراية كل يوم، على طول عايشة معاكي، ملهاش حل. حتى لو انت حاولتي تتنسيها، انت بصالها، هتتفرجي على صوره هتشوفيها، بتشتغلي مذيعه فتتفرجي على برنامج هتشوفي نفسك، وبعدين بتشوفي نفسك قبل. فاهمه؟ فهي تروما شغاله يعني، ملهاش وقوف. انا مش عارفه اللي هقوله ده يعني يبسطك ولا يضايقك، بس انا شايفاكي شكلك حلو. ما هو انت شايفاني شكلي، انت شكلك حلو. شايفاني شكلي حلو عشان انا مداريه بالقصه وكده. يعني شايفاني شكلي حلو عشان انا مغطيه في شعري. انت ممكن بينك وبين نفسك لما بتيجي تبصي زي ما بتقولي في المرايه ان انت عارفه ان في حاجه، لا بس قدام الناس والحلقات انت ما قابلتنيش الحقيقه قبل كده، ما قابلتكيش فيس تو فيس. لا فيس تو فيس على الحقيقه، بس انا بتكلم في اللي دلوقتي. انت مش زي ما بتتكلمي خالص. ما عشان حاطه يعني، حاطه في كفرز وكونسيلرز ومغطيه، بس احنا كلنا خياطات. لا انا مش بتكلم على البارت ده، انا بتكلم لا على ما هو البارت على يعني ان مفيش حاجه تخليكي تبقي بتتفرجي على نفسك في الكاميرا متضايقه. لا لا ازاي؟ لا 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 لا، يمكن عشان انت بالنسبه لك البيفور كان احسن من الافتر. لا هو على فكره هو ده مش يعني، في طب شرعي يعني قال ان انا مشوهه يعني، ده في تقرير في النيابه في الطب الشرعي بيقول ان انا مشوهه، لان يعني انا دلوقتي ما اقدرش اغسل وشي وانزل يعني، ما اقدرش زي ما كنت. عشان كده بقول لك انت ما قابلتنيش فيس تو فيس. انا كل المكيرات بتوع مصر عارفين ان انا كنت بحط ميك اب،
يعني كنت بطلع مذيعة على الهوا مش خط حاجة تقريبا لأن I was very pretty من غير مكياج وكنت بريئة يعني ما كانش عندي عينين مسحوبة ويابانية مش ملامح يعني عارفة لما تصحي من النوم تلاقي نفسك حد تاني دي لوحدها تروما حتى على فكرة يعني أنا لو صحيت من النوم شفت نفسي مثلا أنا بشوف مثلا إن نادين نجيم مثلا أحسن واحد يعني أنا بحب شكلها قوي أوكي أو سيرين عبد النور أو يا ستي صحيت لقيت نفسي نانسي عجرم خلاص أنا مش عايزة أبقى نانسي عجرم يعني أنا ايوه انت ما كنتيش بتسعي لهذا لا هو فكره الهويه بتاعتك الايدنتيتي بتاعتك تتغير من وش بريء لوش وايلد او العينين طيبه لعينين شريره لان العينين دي اكتر حاجه بتغير الهويه يعني انا شفتك زي كل الناس في التلفزيون انا يعني انا عارفه ان في فرق ولاحظته بس انا بقول لك قعدتي معاكي فيس تو فيس انا مش شايفه اي حاجه تضايق ده كل انا اتغطت يعني انا عندي هنا يعني والله العظيم ما بجاملها بس اقسم بالله انا مش شايفه اي حاجه من اللي انت شايفاه بصي انا هقولك على حاجه احنا بنشوف نفسنا او بنتضايق من حاجات الناس مش بتبقى شايفاها انا عملت في حياتي مره عمليه في عيني عشان انا عندي الجيوب وشلت فعندي دكتور ما شافتش عين عن عين كويس انا طول الوقت مكسوفه من المنفوخ ستيل واقعد اقول انا متضايقه قوي ان انا وشي لا بس عيب صغير لا انا بكلمك على الواحد بيشوف ازاي الموضوع كبير انا لما بتفرج على نفسي دون يعني الناس كلها قاعده بتتفرج على نفس المشهد بس انا شايفه ان دي كبيره جدا اللي حواليا مش شايفين كده عاده احنا علشان بنكون كمان ناقدين قوي لنفسنا وشكلنا هي مش مشكله شكل بس انا جالي ديسفانكشنال في البلينكينج يعني بربش طول الوقت في عصب العين ما بشوفش زي الاول لان تعالي اعملي عينيكي كده هتشوفي ايه يعني دابل. حاجه انا بشوف كده دلوقتي فاهمه انها اتشدت زياده زائد ان انا مش انا يعني لما اجيب لك صوري او كده هو من رحمه ربنا ان انا ابتديت اخد على شكلي الجديد فاهمه وانسى شكلي القديم عشان كده بمسح صوري القديمه مثلا مش مخليه اي حد يوريني صوره قديمه في البيت مثلا بتاع يعني لا شكلي واحد تاني طب اللي حواليكي كان رد فعلهم ايه للتغيير؟ لا كان حزن شديد يعني انا بنتي كانت معايا كانت حزينه يعني وابني الكبير ما بيتكلمش خالص يقول لي مش فاهم انت عملتي كده ليه وحتى لما قلت لهم ان في عمليه لازم تتعمل لا بليز يعني بليز ما تعمليش هم خايفين عليكي برضه بس يعني بصي هي انا وانا داخله اعمل عينيا وعينيا طلعت مش عاجباني اوكي بس انا تخيلي ان انت داخله تعملي عمليه في مناخيرك راح حد عمل لك عمليه في بقك فاهمه يعني انا داخله اعمل عمليه في خدودي اطلع اعمل عمليه في عينيا ليه فاهمه this is the point يعني لو انا حاجه مضايقاني زي ما انت بتقولي منفوخه او مش عارفه ايه وطلعت مش مظبوطه اوكي لكن انا ما مش عايزه اعمل عينيا انا كانت في حاجه في عينيا انت بينك وبين ولادك في مساحه للكلام وللصراحه وبيقولوا لك كل حاجه ولا بيخافوا منك لا بيقولوا كل حاجه وهم دلوقتي مع الوقت وكده يعني يمكن في الاول كان في خضه يعني كل الناس اتفاجئت واتخضت وانت كان رد فعلك يعني كان انت كنت متضايقه قوي بتطلعي تتكلمي وبتاع انما مع الوقت زي ما انت بتقولي رحمه ربنا بتخلي الواحد مع الوقت ان هو ياخد على الوضع الجديد في اي وضع هو مش يعني هو كويس ان احنا بنتكلم في الموضوع ده هو على فكره ما طلعتش اتكلم خالص يعني انا قعدت من ابريل لديسمبر which is 9 شهور ما فتحتش بقي خالص انا لما لقيت ان الدكتور طلع صوره عنده بيفور وافتر وحاطط صوره مش بتاعتي خالص مش بتاعتي خالص يعني مش انا واحده عندها 90 سنه مثلا وكاتب افتر وحاطط لي شريطه سودا هنا على العيب اللي في عيني مغطي العيب يعني اوريدي انت عامل حاجه غلط وعارف ان انا بقيت 9 شهور بعيط وعارف انك مش عارف تصلح وعارف كل ده بتعمل بيا اعلانات وكمان مغطي العيب وجايب صوره مش صورتي ولما طلعت عملت لايف اعترضت قال لك دي بتعمل كده عشان ما دفعتش فلوس العمليه
فانا كنت برد على ده التهم. كان رد على الاتهام ده بقى اللي ضايق والدي قوي، يعني هما كانوش مبسوطين لان هما كبار قوي يعني 25 و26 وبتاع، ان اصحابهم بقى يشوفوا مامتهم وهي بتعيط على السوشيال ميديا بتقول انا اتشوهت ومش عارفه ايه، علشان ده كمان مش اللي بيشوفوه عليكي. يعني هما دايما ناس متعوده ان هي بتشوفك ان انتي قويه وبتعملي حلقات جريئه وما بيهمكيش حاجه ومش بخاف من حاجه، فلما شافوكي كده ممكن يكون فكره ان هو اول مره يشوفوا، مش ريهام سعيد، شافوا مامتهم ضعيفه قدام الكاميرا، فده يمكن يكون اثر مش كاميرا قدام صحابهم بقى وقدام ليه الناس تعرف انك عامله عمليه تجميل وليه الناس تعرف مش عارفه ايه. طب هتعملي يعني لو حد طلع يقول عليكي ان انت بس انت كنت بتردي حراميه وما دفعتيش ثمن العمليه وبتاع، هتعملي ايه؟ تقعدي ساكته في البيت؟ دي بتحتاج يعني بتحتاج قوه مش عندي بصراحه. انت وصلتي لايه دلوقتي في الموضوع ده مع الدكتور؟ هو رافع قضية في لبنان ورحت حضرتها وهيخسرها لاني قدمت المستندات ان مفيش ولا فلوس ولا الكلام ده خالص، ومفروض دلوقتي في النيابة المحضر انا عامله له 7 اتهامات او 8. تفتكري حتى يعني ان شاء الله انه القضاء بقى او القضية دي انها تترفض او كده، وحقك هتحسي ان هو رجع هتهدي شويه او هتحسي خالص؟ انا اصل بصي الكلام ده لو انا واحده اتشويت واتضايقت فروحت رفعت قضيه، لا مش ده اللي حصل. اللي حصل ان انا رضيت بقضاء ربنا وسكت، فاهمه؟ وابتديت ادور على دكاتره في كل انحاء العالم يحلوا لي مشكلتي. لما ابتديت ولقيت ان هو مطلع حاجات وصور ويبتدي يتكلم على اني عامله عمليه تجميل ويعمل اعلانات بيا وانا وشي باظ، فاهمه؟ ده اللي كان مستفز. لكن في الاخر دلوقتي انا حقي عمره ما هيرجع غير لو وشي رجع. تفتكري ممكن تعملي كده تاني حتى لو ولادك قالوا انك عايزه تعملي لسه عمليه تانية؟ عندك الشجاعه دي يعني؟ بصي العمليات الكبيره قوي اللي بيتكلموا فيها دي لا، يعني اللي هي تحلقي راسك وخدي جلد من جمجمه حطيه في الجنب عشان عينيكي تنزل لتحت وده، لا مش هعمل الحاجات دي. ممكن ادور بقى على الخطوط دي مثلا املاها فاتس مثلا، او يعني الحاجات اللي هي فعلا بتضرني في شغلي لو انا عايزه اكمل تمثيل او بتاع، اكيد مش هكمل بخط في وشي، فاهمه؟ بس ممكن يعني ده يعني مش لازم تبقى سيرجري كبيره، وانت ممكن تعالجيها في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي حالا ده، لا انا ما عنديش نفسيا اي استعداد اني اعمل اي حاجه. يعني بداري بقى بحط كوفرز، بحط قصه، بعمل مش عارفه ايه، بحاول البربشه دي اخد لها فيتامينز، احاول اسيطر شويه، لكن دلوقتي ادخل سيرجري مش قادره بصراحه. معلش هرجع للفيديو برضو اللي انت عملتيه كنت بتتكلمي فيه، انا شفت ابن كان بيطلع وراكي كده وتقومي باصه له عشان بابا مش بيحب يطلع على السوشيال ميديا. اوكي، مش بيحب يظهر يعني. هو كل شويه كان بيطلع وراكي يعمل كده ويقول خيرك. ده هو عايز يقلد بلوجر، هو لا يعني يوتيوبر بتاع 6 سنين بس بيقلد كل اليوتيوبرز والبتاع، يعني عنده مستقبل فظيع، بس بابا مش بيرضى خالص. اوكي، هو خايف عليه من وهو صغير يعني؟ فكر خايف يتحسد ولا هو خايف ان هو يبقى ماسك التليفون طول الوقت فالناس تعرفه؟ لا مش عايز يبقى مشهور. يعني مش عايز الناس تعرفه دلوقتي ولا بعدين؟ متهيألي دلوقتي وبعدين. والله متهيألي. ده متجوز الشهره كلها. عادي بوينت ازاي؟ غريبه قوي. يعني حتى ما بينزل له هو صوره شخصيه ما مش بيحب. اوكي، هي بتبقى يعني مشاكل. اقول له ايه؟ مش عايز حد يعرف انك متجوز يعني ولا عشان ايه ولا تاخديش الموضوع قوي. مش قصده قوي. هو لو حد هو مش في المجال خالص صح؟ لا. طيب ما هو ممكن لما حد بيبقى بره المجال بيتكسف او يتجوزش ممثل. لا دي حاجة لا مش هنقوله كده. لا دي حقيقة. انا بقعد اقول انت النهاردة سبت كل الناس واخترت حد مشهور او حد ممثل بيحبك، ما تجيش تقول ابدا انت ليه بتتاخري، انت ارتضيت من الاول. بس هو بس انت معاكي مثلا لما بتنزلوا تخرجوا وحد يلقط صوره او بتاع مش بيبقى عايز يطلع ولا عادي؟ بيبقى عايزني انا اتصور حتى. لا والله العظيم. ما دي حاجه سخيفه.
بجد؟ لا بتقوليلوش كده. لا حاجه سخيفه ان هو بصي حاجه سخيفه ان هو ساعات ساعات مش بيقدر ده, وهي حاجه سخيفه برضو ان احنا بنبقى عايزين تايم بتاعكم لوحدكم. مش قوي كده يعني, مش لدرجه 10 سنين بس, يعني قصدي اقول ان بتبقى اقتحام خصوصيه شويه. يعني انت ممكن تبقي عايزه تخرجي تشربي كوبايه قهوه براحتك مثلا. لا هو بيبقى ايه مثلا رايحه فرح فلابسه لبس ما ينفعش اتصور بيه, فهو بالنسبه له المذيعه اللي لابسه كم وقاعده وبتاع دي تمام, لكن على البحر فاهمه ولابسه مثلا فستان مثلا سمبروتيل او اي حاجه, فواحد يجي يقول لك ايه عايز اتصور عندك حق. انا على البحر بس مش متصور مش لابس حاجه تصور بيها. ايوه ايوه مفهوم. طب انت بتعملي ايه في الحاجات دي؟ او مش بتخافي حد يصورك وتنزلي البحر خالص؟ اصلا قطعت البحر. والله اصل الناس تطلع بحر تعمل ايه؟ تنزل البحر صح؟ بتاخد تاني مش هقدر انزل البحر. بس ممكن تعملي ده فبرايفت, يعني تاخدي حاجه برايفت مش عارف برايفت ده هيبقى ايه؟ اللي هو في ريستورنت بيخدم على بيسيرف البيتش ففي ويترز وفي شيفات وفي فين البرايفت ده؟ غير بقى لو غير لو سافرتي بره. لا غير لو سافرتي بره اشتري شط اشتري هات لي شط. بصي انا الموضوع ده في دماغي طول الوقت, بقعد افكر هو لو انا بقيت في ليفل كبير قوي من الشهره هعرف ابقى عايش حياتي تو وات اكستنت يعني. بس بره مصر برضو لما بتلاقي حد من الخليج او كده ما تقدريش. بس تختاري بقى حتت اللي هي صعبه يعني علشان تقدري سنغافور بقى مش عارف. الموضوع ده مضايقك؟ بس لا لازم اضحك. انا رحت سنغافور لهذا الغرض انك تنزلي ميه تبقي براحتك, واول ما دخلت لقيت الراجل اللي على الريسبشن مصري استاذ من ورا. وحياه ربنا مش هنسى شكلي ساعتها كنت هعيط وراجل مش فاهم ليه وعايزين دمعت. شايفه ليه سنغافور عارفه في عارفه فين بعيد ازاي ورايا ورايا والله العظيم كنت هعيط يا عيني. فما بنزلش البحر. لا ما بنزلش ما بنزلش ولا دي حاجه تضايق قوي. ولا باخد تان وانا بحب اخد تان قوي. لا التان ده قولي سهل ممكن ناخده في البلكونه. لا نجيب هناخد يعني ممكن لو انت في مكان ما انا بقول لك هو ده لو انت في مكان مثلا في برايفت بول تدخلي تعملي سولاريو فبصي تلاقي لي نمش في كل حته من السولاريو ده اللي هو تدخلي في الماشين ده مضر ضرر رهيب بجد. بس النمش ده حلو انا بحبه يا شيخ ده بحبه جدا بس ده ساين. انت عارفه انا جالي حرق كده مره في كتفي من الشمس وقلب نمش ايوه ما هو كل فالدكتور قال لي تحبي نلحقه؟ قلت له لا لا ده بصي كل ده نلحق مين ده جميل ده حلو والله حلو والله حلو. انا 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 ملاحظه ان انت جاي على نفسك. انا ملاحظه ان انت مضايقه نفسك وانت ما فيش عندك مشاكل والله العظيم. لا لا انت انا اكتر واحده برضه بس انا ما بحبش الافتراء يعني. انا اللي ضايقني في موضوع وشي ده ان خلاص يعني طلعت مصيبه خلاص ما يعني ما تزق يعني ما يعني لو في زي دمل ما تدوسش فاهمه خلاص. بتشوفي مين اكتر حد ممكن يكون ظلمك او جه عليكي؟ ناس كتير ناس يعني اي ناس في وقت طلعوا عملوا حاجات على السوشيال ميديا او هجموا او كده من غير ما يفهموا او من غير ما يسمعوا الطرف التاني او كده متضايقه منهم ومش مسامحاهم ومش هسامحهم عشان انا فيا حاجه وحشه قوي يعني. دايما الطيب قوي 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 ده قلبته وحشه جدا فانا اوحش حاجه فيا انا مش بسامح خالص حتى لو انا هكمل تعامل معاكي بس انا مش مسامحاكي. طيب ابنك او اخر ابن اسمه ايه؟ طارق بتتعاملي معاه بطريقه مختلفه عن اولادك؟ طارق بقى ده انا حاسه ان هو اكتر واحد هيكمل معايا الجيرني لان هو بيحب الشهره جدا جدا. هو ده اللي هياخد بايدك بقى. ولما بتصور في مكان يقول لي مش بيصوروا معايا انا كمان ليه فاهمه؟ ويعني وهو هقول لك برده هو يعني زي ما بيقولوا التلج او كيس التلج او الـ الحاجه المرطبه اللي ربنا بعتها في وقت كله مشاكل عشان يخلي الدنيا
مرتاحه سبحان جدا الله. سبحان الله فعلا احس ان علاقتك بيه مختلفه من جدا الولاد. لان هو المسكن, هو البين كيلر بالظبط. ربنا يخليه ربنا يخليه. يعني دايما اقول كده, اقول انا مش عارفه هو لو ما كانش موجود كنت ازاي, كنت هعمل ايه الفتره دي. لو طلب منك اي حاجه تعمليها؟ ما هي دي مشكله. بعملها بجد. بعملها. فين التربيه الايجابيه بتاعت ان احنا تربية. بقى بن بصي نوافق على حاجات وما بنوافقش على حاجات. ما فيش خالص تربيه. خالص تربيه اصلا وحياه ربنا خالص. ما بربيش طارق خالص, هو اللي بيربيني. يعني بص لي كده فاهمه, اللي هو اقول له والله ما قلت حاجه, والله ما قلت كده, والله بتزعقيلي. يعني انت بتخافي من لقينا حد بتخافي منه, بتخافي من طارق. بصي كده انت بتزعقيلي, اقول له والله العظيم ما زعقتلك, والله العظيم خالص, انا بس يعني منفعله. لا والله ده نقطه ضعفك قوي. زياده عن اللزوم. اوكي ايه الحاجه اللي لو حصلت دلوقتي هتخليكي سعيدة جدا؟ حلم يعني ولا حاجة؟ اي حاجة تمنيتيها. لا انا ما يعني في شغلي, في شغلك او في حياتك؟ لا يعني في شغلي طبعا تمثيل, ان انا الاقي نفسي مثلا فجأة باخد اوسكار مثلا, او يعني اللي هو ابقى appreciated. ان هو مش بمثل, لا ده انا كمان خدت جايزة اوسكار. ان انا اخد جايزة مثلا اللي هو احسن ممثلة مثلا في كذا, ان هي اثبت لنفسي ان انا ما كنتش ماشية ورا سراب يعني فاهمة. على المستوى الشخصي بقى خلاص انا كبرت, ولادي بقى اللي هو يتجوزوا ويعيشوا كويس. لسه ما ارتبطوش؟ لا انا معيلة لهم مش خالص, مش دلوقتي خالص. عشان انت ارتبطتي صغيرة فعايزاهم يعيشوا حياتهم لحد ما يعيشوا حياتهم. لا يعني هم مش مسؤولين خالص يعني. لا بس عشرينات 25 26 طيب. بس لسه هنروح الحفلة دي بالليل وهنطلع الساحل نعمل مش عارفة ايه يعني مش بتاع استقرار وقاعد لا ما افتكرش خالص. هتبقي حما صعبة؟ بصي متهيألي صح؟ مش عارفة ليه. خلوا بالهم بقى. لا يعني انا ما بحبش حد يزعل ابني خالص. فاهمة؟ لا مش هيحكي لك ما تقلقيش. بس برضو في نفس الوقت انا حقانية يعني لو لقيته هو اللي غلطان يعني ما بيرد على بنت مثلا بشكل مش حلو مثلا او بتاع, اقعد اقول له ايه ده انت ازاي حد كده فير يعني. بس مش بتقبل اي حد على الاثنين الولد والبنت. يعني لو جت قالت لي مثلا الولد اقول لها ايه ده لا يعني البنت دي يعني مش بتقبل اي حد. لا ببقى عايزه احسن حد في الدنيا. مش حاسه انك بتتحولي لشخصيه مامتك؟ لا ده بقولك مامتي يعني كانت عايزه يعني لو الابواب كانت تفضل ريهام مش عايزينها في البيت خلوها عندكم تحت يعني. لا بقول لك ده مامتي كانت عايزه تخلص مني. بقول لك لا هم لا انا مش عايزه اخلص منهم خالص يعني. انا والله يعني ما كنتش عارفه ان انت عندك الحب الفظيع ولا الشغف للتمثيل ده. يعني دي حاجه بالنسبه لي انا مفاجاه. كنت فاكره ان انت بالعكس مبسوطه قوي في الحته اللي انت فيها بتاعت الاذاعه. سبحان الله انت مكانك كان رزق ليكي والناس كتيرة قوي. انت ربنا كان جعلك سبب لان ناس كتيرة قوي انت قابلتيها يعني. طبعا بعد ربنا طبعا هو اللي بيعمل ده, بس قصدي انت كنت السبب ان كان في فرج لناس سواء كان مادي او معنوي. انت في ناس كتيرة قوي بتحبك وبتتشبث بيكي كامل في حاجات. فاعتقد ان انت مش المفروض تكوني متضايقه. لا انا لعلمك انت انا مش متضايقه خالص. انا لسه عندي ولا ندمانه على ان انت ده يا ريتني كنت عملته او ده ما عملتوش. هو في الاخر اعتقد هو يعني هو ده المكان اللي ربنا كان عايزك فيه والصح. وان انت لو في حاجات ما اخدتيهاش وانت كمان عملتيها بحكمه, انت ما كنتيش بتعمليها كده وخلاص. لا في خير كتير قوي اتعمل عمري ما كنت هعمله وانا بمثل. ولعلمك انا لسه عندي يعني انا بقعد اقول لجوزي عندي فيه يعني انا انت ناس ان في هدى سلطان وكريمه مختار والناس دي كلها عملت ادوار سامي جراند وجراند وبالعكس مين قال لك ان انا مش هبقى في كل لا وفي ممثلات لما كبروا اشتغلوا اكتر بكتير قوي. خالد الصاوي وخالد صالح والناس دي كلها يعني طلعت في سن كبير. انا نفسي جدا ان شاء الله الحاجه دي يعني تحصل وان تكوني مبسوطه بيها. وعايزاكي تبقي يعني مبسوطه بكل حاجه, بنفسك وبشكلك وباللي بتقدميه وبكل حاجات. شكلي ده بقى مش عارف. عشان هو حلو وهو انت والله 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 العظيم انا ما مجامله ولا بعرف اقول حاجه, بس
انا ناسي البيفور انا بكلمك دلوقتي آه فاللي دلوقتي ده الحمد لله انها جت على كده وحلوه بالظبط اه وحلوه بالظبط وحلوه الحمد لله انها جت انا ساعات كتير قوي اصحى اقول الحمد لله لسه بشوف الحمد لله الحمد لله عامه ان انت لسه بتظهري والناس متقبله ومبسوطه وبتحبك فده ما قللش مثلا يعني يمكن لو كنت عملتي حاجه بس عشان ما اكذبش يعني انا يعني عشان هو سمعنا يعني انا كل يوم الصبح بدعي عليه يعني بصحى الصبح كده ببص في المرايه وحسبي الله ونعم الوكيل ماشي حقك ده من جواكي ده من جواكي مش كدابه ده من جواكي بس اقول لك بقى لو كنت يمكن قبلتي الدور اللي انت كنت بتقولي عليه وخسرتي حب الناس انت ما خسرتيش حب الناس النهارده لما عملتي حاجه في شكلك اه بس يعني برضو نفسيتي مهمة ما هي لازم هتبقى كويسة طول ما انت الناس اللي حواليكي موجودة وبتحبك ومعاكي لا مش هكذب عليكي ايه لا مش ده مش مغطي ده يعني فكرة لو يلغوا المرايات ماشي لكن انا لا أنا والعيون انا كل ما بشوف نفسي بتضايق جدا طب هترضي مش عارف لازم لا انا يعني رضيت بيني وبين ربنا اه رضيت بس لسه حاسه ان انا معمول فيا حاجه وحشه قوي فاهمه مش حاسه ان انا حقي رجع لي يعني ان شاء الله حقك هيرجع لك ان شاء الله وهنحتفل برجوع الحق ده كلنا انا بدعي طول الوقت هتشوفيني تاني اه تمام والنبي حبيبي هقلدك بقى يا ريت الحلقه الجايه والنبي تقلدي شوفي انا مش راضيه اديكي حته ريهام سعيد مع ان انا لما بيشوفوني بيقولوا لي الدنيا حته ريهام سعيد يلا. بس انا مش عايزه لا بس بطلت اعمل كنتي بتقلدي مع شعري ولا لا بتعملي شعرك لا ما كنتش بقلدك بشعري بتقلدي في الحلقه بتاعت طب ورينا كده حته لا انت مره كنت بتتكلمي على على مغنيه معينه كانت بتقول يعني هي كانت قالت حاجة على مصر مريم فارس مش عايزة اللي اسمها فانتي انا كبيرة على مصر فانتي في الحق اقول والله من نبي ضربات قلبي خلاص هغطي وشي عشان ما تكسفيش لا انا مش مكسوفة طب قولي مريم يعني انا مش عارفة اقول لك ايه بس هي مصر مش عايزاكي يعني لو فاكرة ان مصر عايزاكي مصر مش عايزاكي يا مريم احنا عندنا فنانين كتير قوي يتمنوا يغنوا مصر عندنا فنانة انغام بتغني مصر فارجوكي يعني احنا مش عايزين منك حاجة وشكرا قوي وانا والله ما بخاف انا ما بخافش من حد ما بخافش غير ما خليه انا والله ما بخاف وانا اصلا اوفر يعني بس بقيت ما كنتش بزعق وانا بتكلم على انت هاديه جدا بجد انت بتدي كلام بمنتهى الهدوء وبصت للكاميرا وتقول لها كلام ايوه انت اللقاء ده كان قديم وانا شفته في يوم وانا نازله رايحه الراديو والله العظيم بشكرك يعني على كميه الفيورشيب اللي كان الفيديو ترند وانا كنت مصوره نفسي وانا بقول انت كبير انت مش كبير لا 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 وانت قعدتي بقى تكلمي كده وانا قلت منزله الفيديو علي عايزه اقول لك على ما وصلت مدينه الانتاج كنت وصلت المليون فيو بجد فالحمد لله احنا نعمل بقى ايه فاهمه الحمد لله يا جماعه وطلعت مش زعلانه وكمان قلبتها قدامها والنبي ما زعلانه ولا خالص ازعل من ايه طيبه هي والنبي بيقولوا عليك اشاعات طيبه والله اشاعات والله لفتت نظرك وقلدتيني واتفرجتي عليا مش اتفرجتي عليا والله مش لوحدك ده انا بقلد انجي علي وبقلد بوسي شلبي وبقلد وفاء الكلين والله ما مخليه بس انا عشان بحب التقليد وعشان كل واحده فيكم ليها كاركتر اتكلمتي بالظبط دي طريقه بس والنبي ما تغيريها عشان ده اكل عيشي بس ما اعرفش بقيت اتكلم دلوقتي كده لا مش عارف لا لا انت عندك كل طريقه كل مرحله في حياتي كانت بشكل انت عندك طريقه يعني زينات صدقي عندها طريقه أي. وفي ناس شاطره جدا تعرف تقلدها مثلا يعني أي. فاهم هي طريقه في الكلام فكل لا هقول لك هي يمكن ببقى بتكلم بالراحه كده مثلا بالبصه وبتاع بعمل عمليه ضبط نفسي اني ما اغلطش والله ببطأ عشان ما اطلعش
طيب ماشي، عشان بس تبقي تستني الفيديو الجاي وما تبقيش متضايقه. طب نعمل لبعض فولو. طب انا هستنى منك بقى يعني فيديو بقى تقلديني في الجديد ده. في الجديد ماشي. اكيد اتغيرت. يعني تحديت اكيد شويه. مش عارفه هيزعلك ولا هيبسطك. انت لا انت ما اتغيرتيش، بتكلمي نفس الطريقه. لا انا صريحه. شفتيني الايام دي؟ اه بتفرج عليكي طبعا. لا انا بيك فان. كويس. طيب بتفرج. انت نورتينا. ميرسي جايلين. وانا يعني لحد دلوقتي مش مصدقه ان انا عملت الحلقه دي. كنت كنت مش عارفه. قلت يا جماعه اخفت بقى والله في اي حاجه، بس والله طلعت ست طيبه ومش متضايقه وجميله وقلبتها كمان قدامها فمفيش حاجه. ثانك يو. انا مبسوطه قوي. انا اتبسطت جدا، نورتينا ووقتك ده يعني غالي. ثانك يو والله. انا مبسوطه جدا وان شاء الله تكسروا الدنيا واصلا عملتوا يعني طفره بسرعه جدا جدا جدا. هم بقى عملوا هم العدل ديجيتال عملوا حاجه حلوه. هو زي ما هم دايما ناجحين يعني. ده مش يعني جديد عليهم. ده حقيقي. انا بشكرك ونورتينا وان شاء الله ان شاء الله نشوفك قريب على خير وانت واخده حقك وعامله دور جامد ومبسوطه وسعيده وراضيه. او نمثل مع بعض. يا سلام. يا سلام. شبهي. يعني بصي ممكن انا ايه لما تعمل ريهام سعيد في البيت، فانا ممكن اعمل ايه البيتزا بتاعت مامتك في البيت هبقى انا. نورتينا. شكرا جدا. كانت حلقه جميله ولذيذه ومميزه جدا النهارده. كانت معانا الجميله ريهام سعيد. شكرا لكل الناس اللي اتفرجت علينا ويا رب الحلقه تعجبكم. باي باي.